أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن مستجدات الوضع الأمني في عدن. تتواصل المواجهات اليوم الثالث على التوالي بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أكد مصدر في مكتب رئاسة الوزراء أن المواجهات احتدمت فجر اليوم باتجاه قصر المعاشيق الرئاسي في كريتر بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن مسلحي المجلس الانتقالي قصفوا منازل المدنيين المحاذية للقصر، وكانت الحكومة قد حملت المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن وما يترتب عليه من نتائج وعواقب وخيمة تهدد أمن وسلامة المواطنين واستقرارهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب وتداعيات استمرار الحرب في عدن على الأمن في المدينة، وموقف التحالف العربي والحكومة الشرعية من التصعيد المسلح واستمرار القتال. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. عدن تعيش حربا ثانية خلال أقل من عامين في مدينة لم تتوقف فيها عجلة الموت والاغتيالات منذ أكثر من 5 سنوات. صراع متجدد بأدوات مشدودة للماضي تحركها هذه المرة رغبات حكام أبو ظبي لتجزئة اليمن وتفتيته. المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات وعلى لسان نائب رئيسه هاني بن بريك قرر تفجير الأوضاع في العاصمة المؤقتة استجابة للتحريض الواسع الذي قام به مسؤولون إماراتيون بالدعوة لانفصال جنوب البلاد. لمثل هذه المهمة يبدو أن الإمارات دعمت إنشاء ميليشيات تابعة لها وسلمتها زمام الأمور في عدة محافظات جنوبية، مستغلة ثقلها في التحالف الذي تقوده السعودية، حيث عملت على إعاقة عودة مسؤولي الحكومة الشرعية ورئيسها إلى عاصمة البلاد المؤقتة. تعيش عدن منذ 3 أيام حالة من الرعب والقلق جراء الاشتباكات التي طالت الأحياء السكنية وامتدت لكافة المديريات، وناشد السكان طرفي الصراع لوقف الاقتتال والسماح لهم بالخروج من مناطق المواجهات التي طالت حتى خزانات المياه. موقف الرئيس هادي ما زال الأكثر غموضاً وإثارة للاستغراب بسبب استمراره في الصمت والتواري، وكأن ما يحدث لا يعنيه، فيما الموقف السعودي غير واضح ولم يحدد موقفاً صريحاً من دعم حليفه الإماراتي للانقلاب الثاني في عدن واستخدام أسلحته في استهداف مؤسسات الدولة. يستمر العالم في التفرج على ما يدور في العاصمة المؤقتة بشكل خاص وفي اليمن بشكل عام، وتدخل البلاد في متاهات جديدة وتتعزز سلطة ميليشيا الحوثي في بقية المناطق، فيما تتشظى السلطة الشرعية وتسقط ضحية حلفائها الذين عملوا لإضعافها منذ اليوم الأول لتدخلهم. أرحب بكم مجددا مشاهدينا، كما وأرحب بضيفي من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، أيضا من عدن نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي منصور صالح. أبدأ معك مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين وضيف الكرام جميعا. نعم، تواصل المواجهات اليوم الثالث في العاصمة المؤقتة، من وجهة نظر الحكومة كيف يمكن أن تنتهي هذه المواجهات؟ أولا علينا أن نوصف ما يحدث في مدينة عدن لكي يعرف السادة المشاهدين ويعرف المتابعين ما يحدث حقيقة. ما يحدث في مدينة عدن، ما يحدث هو أن الإرهابي هاني بن بريك نائب رئيس مجلس بالمجلس الانتقالي أعلن بمقطع فيديو النفير العام والهجوم على قصر معاشيق وعلى كل مؤسسات الدولة، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والهيئة الفنية الرئاسية والإجهزة الأمنية بالتصدي لهذا الانقلاب من قبل هذه الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة والتي تتلقى الدعم والتسليح والتدريب من قبل دولة الإمارات التي كان من المفترض أنها حليف للدولة وليس حليف للميليشيات الانقلابية. بالتالي ما يحدث اليوم هي مواجهات مسلحة بين الدولة وبين الميليشيات الانقلابية. يعني ما يحدث
الأخيرة في العاصمة صنعاء في العام 2014 أن ميليشيا الحوثي أعلنت الخروج على الدولة وسيطرت على مؤسسات الدولة تحت عناوين يكررها اليوم المجلس الانتقالي، منها مكافحة الفساد و نعم. لكن سيد مختار، يعني البعض يرى ويعتقد أن الحكومة لا زالت تتعامل بنفس السلبية التي تعاملت بها مع اجتياح صنعاء في 2014. هذه معلومات غير صحيحة. الأجهزة الأمنية والألوية الحمى الرئاسية تقوم بالتصدي ببسالة لحركة التمرد والانقلاب من قبل هذه الميليشيات والعصابات المناطقية القروية العنصرية، التي اليوم تحاول إيهام البسطاء من الناس في المحافظات الجنوبية أنها معركة شمالية جنوبية، وهذا غير صحيح. اليوم المعركة هي من قبل هذه الميليشيات التي هي من مناطق محددة ضد قوات تابعة للدولة، وهي أيضا من المناطق الجنوبية. بالأمس خرج نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بعد أن قاموا بإعلان أنه استسلم، أعلن وتحدث أنه ما زال قامت وثابت ويقود المواجهات العسكرية، وخرج اليوم وهو يلبس السلاح الشخصي إلى جانبه قائد المنطقة الرابعة وكذلك الوزير الجبواني وبعض القيادة العسكرية. بالتالي اليوم الدولة مستنفرة وهناك حالة طوارئ وحالة تعهد قصوى من جميع الوحدات العسكرية التابعة للدولة والجيش اليمني. نعم. وليس صحيح أن الدولة متراخية وأن الدولة ليس لها موقف. الموقف تم إصداره من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وكذلك من قبل رئيس الحكومة، وأيضا هناك أيضا مواقف وحتى وإن كانت مواقف غير صارمة من قبل التحالف، لكن هناك موقف صدر من سيادة التحالف العربي. نعم. للوقوف مع الدولة ضد أي أعمال تقلق الأمن والاستقرار، وكذلك صدر موقف من الخارجية الأمريكية يدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن، وهناك أيضا مواقف أخرى. نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ مختار، وأنتقل إلى ضيفي من عدن أستاذ منصور صالح. سيد منصور، مرحبا بك. مرحبا. نعم، إذا ما هي الأسباب التي دفعتكم كمجلس انتقالي إلى إعلان النفير في عدن ومن خلال ما أعلنه هاني بن بريك؟ هو البيان الأستاذ هاني علي بن بريك القائد البارز في المقاومة الجنوبية ونائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي جاء سلبية واستجابة لمطالبات ومناشدات الشارع في حماية التظاهرات الجنوبية التي خرجت للمطالبة برحيل الحكومة اليمنية من أرض الجنوب، وهذا النداء أيضا جاء بعد أن تعرضت التظاهر السلمية أو عملية التشييع السلمية نحو 14 شهيدا من شهداء تفجير معسكر الجلاء لاعتداءات من عناصر إرهابية مسلحة تنضوي أو صبغت عليها الصبغة الشرعية بعد أن ضمتها الشرعية الداعمة والمدعومة من قوى الإرهاب إلى قوات الحماية الرئاسية. لذلك كان واجبا على المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته مفوض شعبيا وممثل ورافعة أساسية وملزم أخلاقا. إذا ما تحدثنا عن نقطة مهمة، ما هي مطالبكم؟ ما الذي تطالبون به كمجلس انتقالي؟ ولماذا لم تتبنوا وسائل سلمية، وسائل مشروعة أكثر؟ أنتم الآن تعتبرون كمتمردين على الشرعية اليمنية. لا يهمنا تصنيفات الشرعية، هذه الشرعية ليست موجودة، لكن العالم يتعامل معكم مع المجلس الانتقالي كمتمرد. العالم نعم لم ولم يصرح. العالم هذه كلها أوهام لدى هذه الحكومة التي باتت تتعلق بطشة الغريق بكل كلمة تنطلق من ناشط أو من ناشطة أو منظمة وهمية باعتقادها انها تدعم موقف هذه الحكومه. عموما المطالب التي خرج لاجلها الجنوبيون كانت في البدء المطالبه برحيل الحكومه وطردها من ارض الجنوب بعد ان ثبت ان هذه الحكومه هي مصدر للفساد، مصدر للارهاب، مصدر لاستهداف القضيه الجنوبيه، وبعد ان ثبت انها عبء على شعب الجنوب، عبء على التحالف العربي، عبء على الرئيس عبد الرب منصور هادي الرئيس الشرعي الذي نقر جميعا بشرعيته ونعمل تحت مظلته. لكن هذه المطالب تحولت فيما بعد ايضا الى مطالب ضروره تسليم من قتلوا المتظاهرين من المشي. نعم سيد منصور، لكن الحوار الوطني ضمن حلا عادلا للقضيه الجنوبيه، ما المبرر لخروجكم؟
الحوار الوطني، هذا الوهم الذي يتعلق به الكثير ويتعلق به هذه الحكومة، هذا الحوار الذي لم يشارك فيه الجنوبيون، هذا الحوار الذي حاولت السلطة في صنعاء أن تستنسخ قوى وكيانات تتحدث باسم الجنوب والجنوبيين ولم يشاركوا، ومع ذلك حتى هذه القوى التي شاركت في الحوار انسحبت منه، وهذا الحوار هو أيضا نفسه من كان سببا في تدمير الأوضاع في صنعاء الذي خرج بستة تطبيقها، أي مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال كانت في الشمال أو في الجنوب، من يتحدث عن مخرجات الحوار يتحدث عن وهم، يتحدث عن شيء غير قابل للتطبيق، لم يقبل به الجنوبيون، وحين كانت الدولة قائمة وكانت شبه الدولة رغم أنها كانت دولة هزيلة ونعتبرها دولة محتلة ودولة احتلال، لا نقبل منها شيء ولا نقبل بمقرراتها ولا مخرجاتها ولا مؤتمراتها. هذا الحوار اليوم أصبح من الماضي، إذا كان الشماليون اليمنيون الشماليون يعتقدون أنه بإمكانهم تطبيق هذا الحوار فليطبقوا الأربع الأقاليم في أرضهم ليستعيدوا أرضهم أولا من الحوثي، الحوثي الذي بات يسيطر على كامل الأربع الأقاليم الشمالية، ثم يأتي ليتآمر علينا أن نقبل أن نقبل معهم، لكن أهليا هم يضحكون على أنفسهم ويحاولوا يضحكون على هذا الحوار هو وهم غير قابل للتطبيق، لا نقبل به، وشعب الجنوب رفض من البيت. نعم. تفضل بالبقاء معي أستاذ منصور، سأحرص على نقل وجهة نظرك إلى ضيفي مختار الرحبي. أستاذ مختار، سمعت لما قاله ضيفي منصور صالح من عدن، قال بأنكم حكومة ليس معترف بكم في الجنوب، وأيضا لم تستطيعوا حتى تطبيق هذه المطالب وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني على أرضكم، يعني هو ينكر وجود الدولة وينكر مشروعيتها، كيف يمكن الرد عليه؟ أستاذ مختار هل تسمعني؟ نعم، إذن سنعاود الاتصال بالأستاذ مختار الرحبي. أنتقل إلى ضيفي من عدن المحامي والناشط الحقوقي نزار سرارو. إذن أستاذ نزار مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما هو تقييمك للوضع العسكري والإنساني في عدن؟ نبدأ بالوضع الإنساني. بداية الوضع الإنساني في عدن كارثي للغاية، لا مياه ولا كهرباء في بعض المناطق، المحلات مغلقة، الشوارع قتال شوارع، نتكلم عن فور مكسر وكريتر. الآن بدأت الاشتباكات في دار سعد، يعني في قوات تهاجم معسكرات في دار سعد. الوضع الإنساني في داخل كريتر، أسر محاصرة لا تدخل ولا تخرج منها أي مواد، الكل أو أغلب الأسر يطلبوا بالخروج أو هدنة للخروج من كريتر أو من خور مكسر. نعم. الآن بدأت تفتح الطرقات في خور مكسر بشكل خفيف، وهدأت حدة الاشتباكات، هناك قتلى، هناك مصابين. المشكلة الأساسية اللي نواجهها في خور مكسر والأربع المديريات اللي هي المعلة والتواهي وكريتر وخور مكسر هي انقطاع المياه. أما بالنسبة للوضع العسكري، فحسب ما أعرف أنا أن المجلس الانتقالي، قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت على خور مكسر، يعني في أغلب خور مكسر قد تم السيطرة عليها من قوات المجلس الانتقالي. سيد نزار، يعني ذكرت بأن هناك سقط قتلى وجرحى ضمن هذه الاشتباكات، من الناحية القانونية من يتحمل مسؤولية ما حدث في العاصمة المؤقتة؟ كان الأولى بوزير الداخلية عندما قام بالتصريح على الفضائيات أو على الفيديو اللي ظهر فيها وزير الداخلية أن يحيل الشخص الذي قام بالدعوة إلى الزحف إلى قصر معاشيق إلى النيابة العامة بتهم جنائية، وهي التحريض على القاتل، تكسير السلم والأمن الاجتماعي. لكن للاسف قد يكون جهلا من وزير الداخليه، او ان يكون تهدئه مؤقته. في كل الحالات لا، هذا الامر لا يعفي صاحب الدعوه هذه من المسؤوليه الجنائيه والقانونيه. لكن بكل الاحوال هناك مؤيدين كثر من 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 ابناء عدن مثلا، او من المحافظات الاخرى، من الارياف، من المعسكرات المتواجده في عدن لهذه الدعوه. الشارع كان يغلي قبل هذه المشاكل. المشكله الاساسيه ان المجلس الانتقالي يريد ان ينتقل من قصر معاشيق
بالذات على قتل ابو اليمامه. نعم. مع العلم انه قتل ابو اليمامه جاء من اطراف خارجيه وليست من قصر معاشق. فالدعوه الى الزحف الى قناه الى قصر معاشق دعوه غريبه جدا. يعني قصر معاشق اساسا فارغ. اين الفائده السياسيه والاقتصاديه والعسكريه من احتلال قصر معاشق؟ نعم. هنا هو السؤال. الان الاسر عالقه بسبب دعوه شخص في عدن بالزحف الى معاشيق، والان الامور تغلي والسبب هو شخص واحد. فهذه الاسر الان عالقه، وضع الامن الكارثي، الصندوق الاحمر يتدخل لتموين الربع المديرات بالماء، غدا هناك كسر في امدادات المياه، لا تستطيع فرق الطوارئ اصلاح هذه الاكسار. هذا هو وضع كارثي فعلا. نعم، ابقى معي استاذ نزار، اعود اليك ضيفي مختار. استاذ مختار، لربما سمعت لحديث ضيفي من عدن منصور صالح، ذكر بانكم حكومه شرعيه ضعيفه، لم يعد معترف بكم في الجنوب، انت ايضا ذكرت انه مدعوم من قبل الامارات، كيف يمكن الرد عليه ولماذا لم تعمل الحكومه الشرعيه على حل رادع وصارم تجاه من يدعم المجلس الانتقالي في عدن؟ اختي العزيزه، هذه المبررات التي يتحدث بها ضيفك اصبحت شماعه واصبحت اسطوانه مشروخه لا يمكن لاحد القبول بها. أنها حكومة ضعيفة، حكومة فاسدة، حكومة غير معترف بها في الجنوب، هذا كلام غير مقبول. هذه الحكومة معترف بها من جميع الدول في العالم، أيضا التحالف العربي دخل اليمن بطلب منها، بالتالي هذه المبررات الواهية التي يسوقونها والتي يبيعون الوهم من خلالها لأنصارهم، هذه لم تعد مقبولة ولا أحد يتعامل معهم، هم كيان متمرد خارج إطار الدولة، ولا أحد يتعامل معهم سوى الممول والكفيل لهم. نعم. الذي يدعمهم بالمال لتنفيذ أجندته في اليمن. أما بالنسبة للحكومة، الحكومة موجودة وتمارس عملها في كل محافظات المرض، في المحافظات الجنوبية والمحافظات المحررة، ومن يقود هذه المحافظات هم قيادات جنوبية وليس من المحافظة الشمالية. محافظ عدن جنوبي، محافظ أبين جنوبي من أبين، محافظ أيضا لاحق من لاحق، محافظ الضالع من الضالع. نعم. بالتالي هذه الأسطوانة وهذه الشعارات التي يرفعونها رفعها قبلهم الحوثيين واستفادوا منها، واليوم يسوقون نفس الأفكار ونفس الشعارات التي لا يمكن القبول بها. اليوم حينما يقصفون أستاذ مختار، هناك يعني حديث عن خطاب للرئيس هادي، لماذا تأخر هذا الخطاب حتى الآن؟ يقولون أنهم جاءوا من أجل أبناء الشعب، من أبناء المناطق الجنوبية وحماية الجنوبيين. ممن يحموهم؟ الدولة هي التي تقوم بحماية المواطنين، وهي التي تنشر الأمن والسلام والعدل، وليس هذه الميليشيات المناطقية العنصرية التي جاءت لتعيد وتحيي صراعات الماضي في المناطق الجنوبية، وتعيد الكرة للمجازر والأحداث الدامية التي حصلت. نعم. في الجنوب. أستاذ مختار، كنت قد سألتك يعني لماذا لم يكن حتى الآن هناك توضيح من قبل الرئاسة، من قبل الرئيس هادي، هناك حديث عن وجود خطاب، لكن لماذا تأخر هذا الخطاب؟ الخطاب تأخر أو البيان تأخر هو من أجل إتاحة الفرصة لشركائنا في المملكة العربية السعودية وحلفائنا في المملكة العربية السعودية الذين تدخلوا ويقومون بجهود كبيرة، وموقفهم موقف مثمن وموقف كبير في صالح الدولة وفي صالح الشرعية وفي صالح استقرار مدينة عدن. لذلك نرى أن كثير من الأبواق التابعة للميليشيات الإنقلابية في عدن تهاجم المملكة العربية السعودية، بالتالي بيان رئيس الجمهورية المرتقب سيكون قوي وسيتحدث بكل شفافية عن ما يحدث في مدينة عدن والمناطق الجنوبية. نعم. ومن المتوقع أيضا أن يتم اتخاذ قرارات جريئة وقوية لإنهاء الانقلاب والتمرد وإنهاء العبث الحاصل في مدينة عدن الذي يدعم ويمول من قبل دولة الإمارات وتقوم به أيادي جنوبية في محافظة عدن. إذن تفضل بالبقاء معي أستاذ مختار، أعود إليك ضيفي منصور صالح، يعني لماذا برأيك تم هذا التصعيد العسكري، وما هي الحلول التي يمكن أن تقدم لوقف العمليات العسكرية واستمرار نزيف الدم في العاصمة المؤقتة؟ أولا أود أن أعقب قليلا على ما قاله الرحبي، وحينما يقول هو وكثير إنما يجري في عدم أمر غير مقبول، لا الرحبي ولا رئيس حكومته ولا وزراء حكومته ولا غيره من المحللين السياسيين والمتسولين في فنادق الرياض او قطر او اسطنبول
يملكون الحق في أن يوافقوا أو لا يوافقوا عن شيء يتعلق بمستقبل ومصير شعب الجنوب. شعب الجنوب قرر واتخذ قراره، هذه الحكومة سترحل شئتم أم أبيتم، آجلا أم عاجلا لم يعد مقبولا لها، وهي أساسا لم تدخل ولم تعد إلى الجنوب إلا بناء على موافقة وتشجيع وتحفيز ودعم وتأمين من المقاومة الجنوبية ومن الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي حينما كان محافظا، هو من أعاد هذه الحكومة بعد أن كانت مشردة في الفنادق وفي المراقص والملاهي في القاهرة وفي اسطنبول وفي الرياض. هذا الشيء. الشيء الآخر، المطالب التي يمكن أن يقبل بها الجنوبيين لم تكون أقل من فرض هذه الحكومة. نعم، لكن الكثير من مكونات المقاومة أو أبناء الجنوب أعلنوا انصياعهم واصطفافهم مع الحكومة الشرعية. أنتم كمجلس انتقالي، يعني عن من تتحدثون؟ عن أي جنوب أنتم تتحدثون باسمه؟ أنا أسألك عمن تتحدثين؟ عن أبناء شعب الجنوب الذين انصاعوا لهذه الحكومة. لا تحدثيني عن جماعات إرهابية ممولة من نائب الرئيس علي مرسي الأحمر، ولا تحدثيني عن من الإصلاح. هؤلاء وإن كانوا جنوبيون لا يمثلون الإرادة الجنوبية، الإرادة الجنوبية يمثلها الشارع. لكن ألوية الحماية الرئاسية هي مشكلة أساسا من أبناء الجنوب، كيف يمكن وصفهم بأنهم إرهابيين أو بأنهم ينتمون لحزب معين؟ نعم، ألوية الحماية الرئاسية هي تتكون أساسا من أبناء الجنوب. أنت وصفت أن من اصطف مع الحكومة الشرعية بأنهم إرهابيون، كيف يتم اتهام لواء كامل أو ألوية كاملة بأنها إرهابية أو تتبع حزب معين كحزب الإصلاح؟ أخواتنا، نعم أخواتنا في الحماية الرئاسية لم الكثير منهم لم يشتركوا في هذه الحرب. الحرب التي تقوم اليوم المواجهات، طبعا اللجنة الانتقال الجنوبي خلال اليومين الماضيين حاول ضبط النفس رغم كل الاعتداءات، رغم الاعتداء على المنشآت والخدمات والمرافق الخدمية كمحطة نفط في خور مكتر وايضا خزانات المياه في البرزخ في المعلق. ومع ذلك اضطر اللجنة الانتقال الجنوبي لحماية الناس ولحماية ارواح الابرياء الذين يحصلون في منازلهم. نحن لا نتحدث عن الحماية الرئاسية كمنتسبين من الجنوبيين، فهم اخوتنا وبرحبوا وهم ايضا الى جوارنا وقد ابلغونا بانهم يؤيدون اي موقف قد يصدر عن اللجنة الانتقال الجنوبي والقوات الجنوبية. نعم. سيد منصور، انتم الان متهمون بجر الجنوب الى حرب اهلية، من يتقاتل الان في العاصمة المؤقتة هم ابناء الجنوب هم ابناء عدن؟ القيادة المجلس الانتقال الجنوبي بالمثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي حفظه الله وبارك خطواته، ومعه ايضا نائبه الاستاذ القائد الفدائي البارز هاني بن بريك، حريصون كل الحرص على حقن الدماء الجنوبيه. ولذلك هذه العمليات ان اردنا ان نتحدث كان يمكن ان تتم خلال ساعات ان اردنا ان نستخدم لها القوه، لكن ما هو حاصل حاليا انه هناك حرص على حقن الدماء وتجري العمليات بشكل هادئ وبشكل يحاول قدر الاستطاعه التخفيف من حجم الخسائر. هذه المعركه وهذه المواجهات فرضت على المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى قوات القوات الجنوبيه، لكن سيتصدى لها بطريقه الثواب هدوء وبما يحقق افضل النتائج والنتائج المرجوه وباقل الخسائر والتكاليف وايضا باقل التضحيات في ما بين المدنيين الذين يتساقطون اليوم ومنذ الامس برصاص العناصر الارهابيه التي جاء بها من افغانستان و ايضا من قاعده جزيره العرب الذين يقاتلون اليوم في صفوف الميليشيات التي تؤلي الحكومه. معذره لضيق الوقت، نائب رئيس الدائره الاعلاميه في المجلس الانتقالي منصور صالح كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. اعود اليك ضيفي الناشط الحقوقي نزار سرارو، يعني ما هي السبل الكفيله الان بايقاف الاشتباكات وايقاف الاقتتال في العاصمه المؤقته عدن؟ اهم السبل لهذا الامر هو تشكيل لجنه للتهجئه على الاقل لاعطاء هدنه لخروج المدنيين من مناطق القتال، اضافه الى دخول المواد الغذائيه وفتح المياه. هذه اللجنه لا يجب ان تكون مشكله من اطراف يعني حياديه ليست لهم علاقه قتال باي من الاطراف اضافه الى ان يكونوا اشخاص ذات قوه، لا يجوز ان يكون هناك لجنه تشكل لا يستطيعون ان يصدروا اي قرار او يلزموا اي شخص.
حاليا الوضع يتطلب وجود هدنه، وقد سمعنا قبل لحظات بتشكيل لجنه للهدنه برئاسه المحتوسي. لا نعلم صحه هذه الاخبار، لكن يبدو انها اخبار مبشره بتشكيل هذه اللجنه للسعي الى ايقاف الاقتتال. الان الاشتباكات عادت في حي ريمي حيث يتواجد وزير الداخليه، منزل وزير الداخليه. اشتباكات عادت في بعض اجزاء من قرى مكسر، اشتباكات عادت في شويه في كريتا، لكن الوضع الان الحاصل ان هناك اشخاص نصبوا انفسهم على الدوله. مثلا الاخ الذي ناطق رسمي او نائب رئيس ناطق رسمي بمجلس الانتقالي يعني ينصب نفسه بها قانونيه ويتم اتهامات بالارهاب لألية الحرس الرئاسي او لابناء عدن من يعارضهم. هذه هي ثقافتهم في المجلس الانتقالي، ليس الكل، لكن هذه ثقافتهم ان يقولوا ما يريدون، ومن يعارضهم يعتبر ارهابي او شخص غير مرغوب فيه يجب التخلص منه. لا يؤمنون ابدا بحريه الراي او الراي والراي الاخر. لماذا لم يدوسوا الى طاوله الحوار مع الدوله وياخذوا من وزراء من حقائب وزاريه ويزيلوا البلاد؟ لكنهم هم يلجؤوا للسلاح لانهم يعني يعرفوا انه لا يمكن لابناء عدن ان يؤيدوهم. من يؤيدهم هم ابناء الارياف وقله من ابناء عدن المحسوبين عليهم. هذا الشخص لا يجوز له ان يتحدث باسم القانون. قانونية رسمية. من يحدد من هو الإرهابي هي الدولة، ليس أشخاص. فيجب أن يتهموا في المجلس الانتقالي أن جزء كبير من عدن لا تقبل هذا الاقتتال. كل شخص له حرية التعبير، حتى المجلس الانتقالي له حرية التعبير عن رأيه. والآخرين لهم حرية التعبير عن رأيهم. أما أن هذا الاقتتال فهو مرفوض من الجميع. نعم، نتمنى حقيقة أن يتم إيقاف الاقتتال في العاصمة المؤقتة. كنت معي من عدن المحامي والناشط الحقوقي نزار سراور، شكرا جزيلا لك. أعود إليك ضيفي مختار، تحدثت عن تحركات عسكرية للحكومة الشرعية في عدن. على الصعيد الدولي ما الذي عملته الحكومة؟ هناك تواصلات طبعا مع سفراء الدول الغربية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الراعي ايضا للعمليه السياسيه في اليمن والدول 18. هناك تحركات لاصدار مواقف وايضاح الصوره الحقيقيه لما يحدث في مدينه عدن، وان هناك انقلاب على الدوله، وكان من ثمار ذلك هو ان اصدرت هذه الدول بيانات من ضمنها الولايات المتحده الامريكيه وكذلك بريطانيا. وننتظر من باقي الدول ان يكون لهم ايضا موقف واضح لدعم الدوله ودعم الشرعيه. انا اريد ان اعلق على نقطه بسيطه في اقل من 30 ثانيه، ان ضيفي من عدن منصور صالح يقول انهم يحاربون الارهاب ويحاربون الارهابيين، نفس الاسطوانه ونفس الشعارات ونفس الاتهامات التي قالها الحوثيين عبد الملك الحوثي في صنعاء، انهم يحاربون الدواعش والتكفيريين، وقاموا بالسيطره على كامل محافظات الجمهوريه بما فيها عدن، وهم يلاحقون الارهابيين والتكفيريين والدواعش. بالتالي هذه المجموعات وهذه العصابات وهذه الميليشيات التابعه للانتقالي تمارس نفس الدور وتريد السيطره على كامل المحافظات الجنوبيه، محافظه شبوه وابيان وحضرموت وسقطره والمهره، مع ان هذه المحافظات لا يمكن لها ان يتحكم بها ايدروس الزبيدي او الارهابي هاني بن بوريت، لانهم يعرفوا حقيقه انهم لا يمكن القبول بحكم الميليشيات وعوده السحل والقتل للهويه كما حدث في السابق. نحن امام واقع جديد وامام صحوه من الجميع، والجميع يعرف حقيقه ان الميليشيات التي في صنعاء اذاقت اليمنيين في صنعاء اشد العذاب والتنكيل، لا يمكن لابناء الجنوب اليوم ان يكرروا نفس الماساه وان يقبلوا بحكم هذه الميليشيات. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا الكرام. مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. كل التحايا لكم مشاهدينا، مقدمة مني أنا ومن معيد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.